السيما بتشتغل بكثافه. انا عملت دكان شحاته وكلمني شكرا وكف القمر وريكلام، عملتهم ورا بعض وكلهم متنوعين وكل سنه عمل، والدنيا كانت منعنشه. اما السينما شويه وقفت بقى، الفرص اللي فيها محدوده بطبيعه الانتاج. الفيديو في الفتره اللي فاتت كان بسم الله ما شاء الله منور وشغل كتير، فكان في حاله تنوع، فقدرت احصل على كم فرصه لادوار كويسه. اعتقد الفترة الجاية هيتقلب الوضع، يعني بتهيألي انه الفيديو فيه عثرات في سكته دلوقتي للأسف الشديد، فاعتقد ان السينما هتنتعش اكتر الفترة اللي جاية يعني.